Ik heb 2 miljoen subscribers op YouTube. Maar ik ben niet Nederlands YouTuber, ik ben Arabisch YouTuber, maar oh ja. Ik woon hier in Nederland. أنا لو ما عندي الشهرة إنسان فاشل. يعني العالم اللي على السوشيال ميديا خلص أخذ فكرة عن عبادة إنه عبادة عايش حياة سعيدة، بس العالم ما بتعرف عبادة خير الدين على الواقع كيف. أنا كمان عندي مشاكل. خلص خلصنا، روح ضاف لأني كمان أنا تعبت. أمي هدول أمك وأبوك ما وصلت لهون إلا طالع عيونهم. عبادة هلأ حردان، مو عاجبه نمط حياتنا، هي كمان ضريبة الغربة. عندي 500,000 مشاهدة وأنا لحالي